حالكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم اول ايام الاسبوع الدراسي، اليوم الاحد التاريخ 6/12 من عام 2020. اليوم يا تمهيدي عندنا درس لغه عربيه، درس جديد وكثير حلو اسمه تجريد التاء المربوطه. مر عليكم اسمها التاء، مش اخذنا حرف الات؟ اخذنا حرف الات، شطورين احسنتم. اليوم بدي احكي لكم قصه صغيره، ركزوا معي، كثير كثير قصه حلوه. يوم من الايام في شجره تفاح في حديقه وفي بستان كثير حلوه، في مكتوب عليها الحروف. في زلمه اللي هو عمه ابو محمد كان جالس تحت الشجره لانه هذا بستان له، كان نايم تحت الشجره ومبسوط وكثير مروق. المهم اجت نسمه هواء ووقعت حروف، وقعت تفاحات مكتوب عليهم حروف. يا ترى شو اسم هاي الحروف؟ هاي الحروف هي حروف التاء، تاء المربوطة. مش الات اللي تعلمناها، في فرق بيناتهم. هسه بدي احكي لكم شو الفرق. حرف الات المربوطة، يا ترى شو الات المربوطة؟ هاي حرف الات المربوطة وقعت التفاحة اللي جواها حرف الات المربوطة. هاي تفاحة وهي التفاحة الثانية، لأنه حرف الات له شكلين، منفصل ومتصل. وقعت حرف الات وحرف الات الثانية. حكى يا ترى شو اسم هذا الحرف؟ شو اسم التفاحات هذول اللي وقعوا؟ كان فيهم حروف، شو اسم هذول الحروف؟ هذول يا تمهيدي حرف الات المربوطة، ات المربوطة، مش ات المفتوحة زي ما تعلمنا قبل. شوفوا هي الات، هاي ات متصلة، ات متصلة. الات المتصلة شو يعني متصلة؟ حكينا متصلة يعني متصلة بالحروف، يعني بتمسك ايد الحروف، متصلة بالحروف اللي قبليها، يعني بتمسك ايد الحروف. في حرف ات مربوطة شكل اخر، ات المنفصلة. شو يعني منفصلة؟ يعني ما بتمسك بالحروف، منفصلة، ما بتمسك ولا بأي حرف. وهدول كمان يا تمهيدي بنكتبوا بآخر الكلمة، ما في أول الكلمة وآخر الكلمة، لا، حرف الإت المنفصلة وحرف الإت المتصلة بنكتبوا بآخر الكلمة، بآخر الكلمة، يعني نهاية الكلمة. طيب خليني هسا أحكي لكم شو الفرق بين الإت المفتوحة والإت المربوطة. بدي أكتب هون حرف الإت، شايفين؟ هي إت أول الكلمة، مد ايدها عشان تمسك بالحروف اول الكلمه. طيب هاي كمان ات، بس هون فاتحه ايديها، فاتحه ايدها اليمين وفاتحه ايدها الشمال. ات مفتوحه، تعلمنا لما اخذنا حرف الات حكينا انها هاي اسمها ات المفتوحه، يعني فاتحه ايديها التنتين. شايفين؟ ات اول الكلمه وات اخر الكلمه، شايفين اذا شكلها. وهي كمان هون بدي اكتب حرف الات اخر الكلمه. طيب تذكروا يا تمهيدي لما اخذنا الحركات، شو من الحركات اللي اخذناهم؟ اخذنا ثلاث حركات. الفتحه توضع فوق الحرف، الضمه كمان توضع فوق الحرف، والكسره شو بدي اكتبها؟ اسفل الحرف، تنحط اسفل الحرف. يلا نتهجمها نقراهم. ات فتحاته، ات فتحاته، ات ضمته، ات ضمته، ات كسراتي، ات كسراتي. طيب لما احط حرف الات هون وما عليه ولا اي حركه، شو لفظه؟ ات، ات. كمان مره، ات فتحته، ات فتحته، ات ضمته، ات ضمته، ات كسراتي، ات كسراتي. يا حرام الات هون مكسوره رجلها، شايفين الكسره نزلت عند رجلها مشان تراضيها. ات كسرتي، ات كسرتي. وحرف الات لما ما يكون ولا عليه ولا اي حركه شو اسمه؟ ات، ات. احسنتم. حكينا هسه هاي اسمها الات المفتوحه، فاتحه ايديها. حكينا يا علي بالنحل حرف الات المفتوحه لما يكون مع الحركات بالطبق، ات فتحته، ات فتحته، ات ضمته، ات ضمته، ات كسرتي، ات كسرتي. ولما يكون بدون حركات لفظه ات، الات. هذا حرف الات المفتوحه، ات التاء المفتوحه، ات. طيب بدي اكتب هسه الات المربوطه، كيف كتابتها؟
بمشي الشارع بطلع عصاي وبعمل لفة ولاحظ يا تلميذي إلى نقطتين. تمام، بمشي الشارع على السطر بطلع عصاي وبعمل لفة وإله نقطتين زي حرف الإت، إله نقطتين هون كمان إله نقطتين بس هو مربوطة يعني إله لفة. بعمل الشارع بمشي عصاي بطلع لفوق وبسكره وإله نقطتين. كمان مرة بمشي الشارع، شايفين الشارع هذا هو اللي بمسك بالحروف القبلي لأنه هو حرف الإت موقعه الكلمة آخر الكلمة فقط. بمشي الشارع بعمل عصاي وبعمل لفة وإله نقطتين. طيب هسا بدي أشوف لفظة معي حركات. حركة الفتحة لما تكون فوق الإت المربوطة شو بصير لفظها؟ إت فتحتها إت فتحتها. لما الحركة نحط حركة الضمة شو بصير لفظة؟ إت ضميته إت ضميته. وحركة الكسرة لما تنحط تحت الحرف شو بصير؟ إت كسرتي إت كسرتي. طيب هون يا تلميذي حرف الإت لعب مع الحركات الثلاثة. طيب هون شو بتصير لفظة؟ إت؟ لا ما بصير لفظة إت زي الإت المفتوحة. شايفين لاحظوا الفرق يا تلميذي؟ هاي معلومة مهمة بدكم تعرفوها، لأن حرف الإت المربوطة لعبت مع الحركات تعبت تعبت صار لفظها شو صار لفظها؟ حرف الإت هون نشيطة لعبت مع الحركات وظل لفظها بالآخر إت. هون الإت المربوطة لعبت مع الحركات وبالآخر تعبت يا حرام صار لفظها إيه إيه. النقط بتضل يا تلميذي، النقط بتضل ما بشيلهم لا، بس يا حرام لفظها عشان بدون حركات بتصير إيه إيه. شطورين. طيب هاي الإت المتصلة شو يعني متصلة؟ يعني بتمسك بالحروف اللي قبليها المتصلة. انتبهوا يا حبايبي. يلا هسه حرف الات المنفصله نشوف طريقه كتابتها سهل كثير. دائره بتوقف على السطر والها نقطتين فوقيها. كمان مره، دائره بتوقف على السطر والها نقطتين فوقيها. كمان مره، بعمل دائره بوقفها على السطر والها نقطتين فوقيها. كمان مره بدي اكتبها، دائرة على السطر واقفة وإلها نقطتين فوقيها. يلا نحط عليها الحركات. يلا حركة الفتحة، إت فتحتا إت فتحتا، نفس لفظ الإت المربوطة اللي فوق المنتصر، إت فتحتا إت فتحتا، إت ضميتو إت ضميتو، إت كسرتي إت كسرتي. لاحظتوا الكسرات تحت الكلمة. طيب إت بدون حركات شو بصير لفظها؟ ايه احسنتم. ليش؟ لانها تعبت يا حرام مع الفتحه ومع الضمه ومع الكسره الات بدون حركات بطل لفظها ات صار لفظها ايه 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 بس بدون حركات. لما احطها مع الحركات بضلها ات ات فتحتها ات فتحتها ات ضمته ات ضمته ات كسرتي ات كسرتي ات بدون حركه ايه ايه. وهنا نفس الشيء ات بدون حركة ايه ايه تعبانة يا حرام. طيب هون اسمها الات المنفصلة. شو يعني المنفصلة؟ المنفصلة يعني ما بتمسك ولا اي حرف، ما لها ايدين تمسكها زي الات المتصلة تمسك بالحروف اللي قبليها، وموقع الات المربوطة يا تلميذي دائما بيكون اخر الكلمة. أين موقع الإت المربوطة؟ آخر الكلمة. هسا يا تلميذي بدي أكتب كلمتين نتهجمهم ونشوف كيف لفظهم مع الإت المربوطة. يلا شوف أنتم شطورين، وبدي أكتب كلمات كل حروفها ماخذينهم. أول حرف مع الفتحة شو بصير اسمه؟ م م. شو كتبت كمان؟ إد إد. مد. شو بدي اكتب كمان؟ حرف الار مع الفتحه مد ر مد ر. خلينا اكمل حرف الاس مع الفتحه س س. وهون بدي اكتب الات المربوطه. طيب خليني اتهجم وشو طلع الكلمه تمهيدي. كيف تعلمت هجاء؟
نقرا نطلع كلمه فيها احد حروف المد ا او اي. لا ما فيها ولا كلمه ولا حرف مد. طيب كيف نتهجم؟ نتهجم كل حرف لحاله زي التحليل، لما ما تكون حرف مد ما نتهجى مع بعض، كل حرف لحاله يتهجى. يلا ما مد را س مدرسة، شايفين لاحظتوه؟ مدرسة، ما حكيت إت مدرسة، لا مدرسة مدرسة، لاحظتوا لفظ الإت المربوطة؟ إيه إيه لأنها بدون حركات. طيب خليني أشوف الحركة لما أحطها عليها كيف بتصير لفظها. بدي أحط حركة الفتحة. مدرسة، لاحظتوا؟ مدرسة، عشان الات فوقيها فتحة التفضت ات، الات مربوطة فوقيها فتحة التفضت ات، بدون حركة مدرسة، مع حركة الفتحة مدرسة. طيب بدي أشيل حركة الفتحة وأحط حركة الضمة، أشوف كيف بصير لفظ الكلمة. مدرسة، مدرسة، لاحظتوا ما حكيت إيه؟ حكيت إت وفوقيها ضمة، تو تو مدرسة، تو مدرسة، تو. طيب شلت حركة الفتحة والضمة وبدي أكتب حركة الكسرة، لاحظ حركة الكسرة وين بدها؟ تحت الحرف. يلا يعني مدرسة تي، مدرسة تي، مدرسة تي، شايفين؟ لما أشيل حركة الكسرة كمان بطل عليها ولا حركة، شو صار لفظها؟ مدرسة، مدرسة. طيب كلمة أخرى بحرف الإت المنفصلة، هون اسمها إت متصلة لأنها مسكت بالحرف اللي قبلها، إت متصلة. طيب هسه بدي أكتب كلمة ونترجمها، شو اسم الحرف؟ إع مع الضمة، عو. شو بدي اكتب كمان؟ حرف الإد مع الآ مقطع باء، باء. حرف الإد مع الفتحة د. وبدي اكتب حرف الإد المربوطة، شايفين؟ حطيت نقطتين فوقي، هون حرف الإد المنفصلة، يعني شايفين لاحظتوا؟ مش ماسكة حرف الإد لأنها منفصلة. وحرف الإد أصلاً هو من عيلة أبو دبوس، ما بمسك بالحروف اللي بعدين، بس لو كان أي حرف ما بمسك بحرف الإد المنفصلة، لأنها حرف الإد المنفصلة هون ما بتمسك ولا بأي حرف، لا قبلها ولا بعدها. يلا نتهجم، نطلع على الكلمة فيها أحد حروف المد فيها حرف الآ، نطلع على الحرف اللي قبلها حرف الإد، كونوا مقطع باء، باء. يلا نتهجى الحرف، حرف الأول عو، عو، باء عبادة، عبادة. لاحظتوا يا تلميذي حرف الإت المربوطة شو انتفض؟ إيه عبادة، عبادة. ليش حرف الإيه انتفض؟ لأنه ما عليه ولا أي حركة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. هسا بدي أحط عليه حركة الفتحة ونشوف كيف تغير اللفظ. حطيت حركة الفتحة فوق الحرف الإت المربوطة، عبادة، ت، شايفين؟ حكيت ت، عبادة، 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 لأني حطيت الفتحة صارت إت مع الفتحة ت. طيب بدي أشيل حركة الفتحة وأحط حركة الضمة، نشوف كيف. يلا عبادة، 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 لاحظتوا؟ حكيتها إت مع الضمة تو، عبادة، ما حكيت إيه؟ عبادة. طيب شلت حركة الضمة وبدي أحط حركة الكسرة تحت الحرف، عبادة، 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 شايفين؟ لما أشيل الحركات شو بصير لفظها؟ يلا عبادة، عبادة، عبادة. يعني تلميذي حرف الإت لما يكون مع الإت المربوطة لما يكون مع الحركات
التباطئات لما يكون دون حركات بتعب يا حرام بصير لفظه إيه. شو بصير لفظه إيه؟ طيب هون في عندي تمرين حلو أنا وياكم. ضع دائرة حول التاء المربوطة. هل هذا حرف التاء المربوطة؟ نعم أحسنتم، نضع دائرة حول. هل هذا حرف التاء المربوطة؟ لا، هذا حرف الإت. بس شو ماله؟ الفات الإيدين حرف الإت المفتوحة، إت المفتوحة مش المربوطة، المربوطة كأنها مربوطة هيك، دور. إت المفتوحة فاتح إيديه. هل هذا حرف الإت؟ الإت مربوطة؟ لا، إنه حرف الإت، لا نضع دائرة عليه. هل هذا حرف الإت؟ هذا حرف الإس. هل هذا حرف الإت المربوطة؟ أحسنتم، حرف الإت المربوطة، بس لفظه هون شو بده يكون؟ هو اسمه إت المربوطة، بس شو راح يكون لفظه؟ لأنه بدون حركات. إيه؟ يعني نضع دائرة حوله. هل هذا حرف الإت المربوطة؟ لا، حرف الإت. هل هذا حرف الإت المربوطة؟ نعم، لأنه بدون حركات بيرتبط. إيه؟ نضع دائرة حوله. إت المنفصلة، هون إت المتصلة، هون إت المنفصلة. هل هذا حرف الإت المربوطة؟ لا، إنه حرف الإع. هل هذا حرف الإت المربوطة؟ لا، يا شطورين ننتبه، هذا مش حرف الإت المربوطة. طب ليش شمس؟ لأنه ما عليه نقاط. لو عليه نقاط بصير حرف الإت المربوطة، بس هذا الحرف ما عليه نقاط. طب شو اسمه؟ هذا اسمه حرف الإيه. حرف الإيه؟ لا، ما بنحط دائرة حوله، لو إنه عليه نقاط بنحط دائرة حوله. طيب، هل هذا حرف الإت المربوطة؟ لا، ليش؟ لأنه ما عليه نقاط. لو عليه نقاط التمهيدي بحط دائرة حوله، بس هذا ما عليه نقاط، يعني هذا حرف الإيه. إيه؟ وهون كمان حكينا حرف الإت آخر تمهيدي، خلينا نقرأه مع بعض. ضع دائرة حول التاء المربوطة في الكلمات التالية. عندي مجموعة كلمات بدي أضع دائرة حول التاء المربوطة. يلا شوف. كلمة بيت فيها حرف الإت المربوطة؟ لا، فيها حرف الإت المفتوحة اللي فاتحة إيديها، ما بضع دائرة حول الكلمة. طيب شوف. كلمة غيمة غيمة، هي فيها حرف الإت وفيها حرف حركة الضم فوقيها، شو صار لفظها؟ غيمة غيمة. طيب تمهيدي لو أشيل الضمة شو بتصير؟ غيمة، لاحظتوا؟ غيمة غيمة، بس هون عليها ضمة، غيمة. لاحظتوا يا حبايبي مع الحركات بتصير اسمها لفظها إت. لما نشيل الحركات حرام تكون تعبانة لأنها لعبت مع الحركات كلها بصير لفظها إيه. غيمة، نضع دائرة حول الإت المربوطة. هي وضعت دائرة مع الحركة، شطورين. يلا كلمة ذرة ذرة تي ذرة تي، شايفين الكسرة تحت الإت المربوطة. ذرة تي ذرة تي، أين الإت المربوطة؟ هي نضع دائرة حولها. طيب لما أشيل حركة الكسرة شو بتصير؟ ذرة ذرة، شو بتصير؟ ذرة، لاحظت لفظها إيه. لما أحط الكسرة ذرتي ذرتي. طيب في هون عندي كلمة حوت حوت، فيها حرف الإت المربوطة؟ لا، فيها حرف الإت المفتوحة، أنا ما بدي إياها، بدي اليوم حرف الإت المربوطة. فيك عندي كلمة هون شجرة، حكيت إت؟ ليش شمس حكيتي إت؟ ما عليها حركات، شايفين ما أشتغل لما تنتبهوا؟ شجرة شجرة، لأن ما عليها ولا أي حركة، حرف الإت المنفصلة، حرف الإت المنفصلة، شجرة شجرة. طب أنا جاي على بالي أحط عليها حركة الضمة، بدي أشوف كيف بدي أصير لفظها. شجرة شجرة، شطورين، بس هون الكلمة ما في عليها حركة. شجرة شجرة، نضع دائرة حول الإت المربوطة اللي هي هون عشان بدون حركات لفظها إيه. عندي كلمة أخرى خزانة خزانة، لاحظتوا لفظ؟ ما عليها حركات بصير لفظها إيه. خزانة، أين حرف الإت المربوطة؟ هاي نضع دائرة حوله، وهون لاحظتوا ماسك حرف الإن، يعني متصلة، هون مش ماسك حرف بأي حرف لأنها منفصلة، هون ماسك بالحرف متصلة. خزانة خزانة، لاحظتوا لفظ؟ عندنا كلمة أخيرة بطة بطة،
شايفين حرف الات فوقيها ضمه لفتحه ات، لقيت المربوطه فوقيها ضمه لفتحه ات، بطه نضع دائره حوله. طب اشيل الضمه اشوف كيف بصير لك بطه 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 لاحظتوا بطه بطه مع الضمه بطه بطه. اذا يا حبايبي اليوم كان درسنا تجريد التاء المربوطه، بدنا نكون منتبهين انه حرف الات المفتوحه فاتحه ايديها وحرف الات المربوطه مدوره وات المربوطه موقعها في اخر الكلمه. ويعطيكم الف عافيه.